هناك مجموعة من العوامل التي يمكنها أن تفسر هذا العدد الكبير لطالبي اللجوء الذين يلجأون إلى المغرب. ربما من ضمن هذه الأسباب والعوامل نجد مسألة النزاعات الداخلية المتزايدة في مجموعة من الدول جنوب الصحراء، بحيث أن هذه النزاعات بين الجماعات المسلحة هناك تساهم بشكل كبير في ازدياد الهجرة واللجوء نحو بلدان أكثر أمن واستقرار. وبالتالي يمكن أن نضيف أيضا مسألة أخرى في غاية الأهمية، وهي ما يتعلق بالتغيرات المناخية. هذه التغيرات المناخية التي مست مجموعة من الدول أيضا في إفريقيا جنوب الصحراء دفعت بالكثير من المواطنين هناك إلى البحث عن دول أخرى يمكن أن تقيهم من شر المجاعة ومن شر العطش الذي يهددهم في بلدانهم الأصلية. هذه المسألة أدت إلى ارتفاع الأسعار في البلدان، وهو عامل أساسي جعل هؤلاء الناس يندفعون باتجاه الشمال للبحث عن لقمة كريمة. وأيضا هناك عوامل جعلت المغرب كبلد استقطاب لمثل هؤلاء أي طالبي اللجوء. أولها أن هناك منح أممية تساعد هؤلاء على الاستقرار نوعا ما. يمكن قبل أن نتحدث عن هذه المنح الأممية وعن هذه المساعدات الأممية أن نتحدث عن مسألة مهمة، وهي أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات والقوانين ذات صلة بمجال الهجرة، حيث أن يمكن للمهاجرين الحصول على أوراق إقامة داخل المغرب. وبالتالي هذه الترسانة القانونية التي جاءت أجراءة للوثيقة الدستورية لسنة 2011 كانت بمثابة عامل مساعد لجعل المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار لمجموعة من طالبي اللجوء. يمكن أن نضيف أيضا مسائل الأممية وكذلك المساعدات التي تقدمها بعض الدول الأوروبية، وبالتحديد تكتل ديال الاتحاد الأوروبي الذي يدفع باتجاه أن لا تكون هناك أفواج كبيرة للمهاجرين تصل إلى الضفة الشمالية، ويحاول من خلال هذه المساعدات جعل بعض البلدان في الجنوب كبلدان استقرار لطالبي اللجوء. هذه كلها عوامل تجعل المهاجرين يستقرون بالمغرب. هناك أيضا عوامل أخرى يمكن أن تكون ذات أبعاد سياسية، بحيث أن المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي دفع باتجاه يعني تطيد علاقات جنوب-جنوب مع عمقه الإفريقي، بحيث أن أصبحت مجموعة من الدول تربطها اتفاقيات وعلاقات ثنائية بالمغرب تجعل من الرباط كأرض خصبة أو كموطئ خصب لهؤلاء اللاجئين الذين يأتون إلى المغرب للاستقرار أو تمهيدا للعبور إلى بلدان الشمال.